السلام لا ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انا اخذت الكلام من لسان اخوي مهند لاني ادري مهند مشغول شوي مع الشاهي وكلنا واحد، لكن اللي بقوله يا الربع مشغول مع الشاهي. اسال الله العلي العظيم في هذه الساعه المبروكه في 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 ثلث الليل ان الله يجعلها خالصه لوجهه الكريم. الوقف ما عاد بقاله الا تقريبا 3 أو 4%، فاتمنى ان كلنا نبادر الان اللي معه جواله الحين. ان شاء الله ان الارقام طالعه لكم في الشاشه، الشاشه مهم عندنا، فتصدقوا وبادروا بفعل الخير. فكلنا نعرف وش هي فضل الصدقه. الصدقه تدفع البلاء، تطفئ غضب الرب، الصدقه تجلب لك ان شاء الله، تجلب لك بحول الله وقوته الخير بحول باذن الله، وتطرح في الشخص بركه. فما بالك لو كانت الصدقه معها دعاء لله سبحانه وتعالى. فاسال الله العظيم في هذه الساعه المبروكه ان شاء الله ان يقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم. الكلام واجد، لكن اترك الحديث المهند وابو حسن. والله اذا بنتكلم عن الصدقه وبالذات في الاوقاف، فهي ما هي مثل الصدقه اللي انت تعطيها الشخص بيده وتقول له تفضل مثلا روح اشتري لك اكل ولا ذا. الصدقه ايضا، لكن الوقف ميزته انه دايم. انت توفر سكن، انت توفر بيت، يعني كل شيء يفعل هذا الرجل او المراه اللي انت وفرت لها سكن، كل شيء تسويه من طاعه داخل فناء هذا البيت الاجر يعود لك. كل شيء. الشيء اللي جالطني ركان كذا، احس انه ربي كريم بطريقه لا ما نقدر نصدقها. ما تقدر توصفها، ما تقدر. يعني تخيل انك في هذا الوقت يحفظون الناس القران، حلو. تخيل انك انت دفعت حق حفظ كتاب الله الواحد او وحده بحفظته، تدري ان كل ايه تقراها الين تموت يصب اجرها لك. وتدري انه هذا الشخص كمان اذا حفظ الناس القران، يعني انت اعطيت فلوس لشخص حفظ القران، بدا هو يحفظ عياله وبناته اخوانه، كل شخص يحفظه يعود الاجر لهذا الشخص ثم يرجع لك انت أجر 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 إلى قيام الساعة بس حفظ القرآن هذا. فما بالك بسكان، بأكل، بتعليم، بتوفير ملابس. أنا السعادة بس اللي أشوفها في توفير ملابس لهم، كسوة العيد وكسوة البرد وكسوة كذلك الصيف، هذه بحد ذاتها ترى فيها من السعادة الشيء اللي إحنا ما الله بيه علي يا أخوان. ترى الملابس هذه، الملابس بس بحد ذاتها مع البرد الآن مع دخول فصل الشتاء، أقسم بالله العظيم إنها مو بس تدخل السعادة، لها طابع مختلف جدا، لها شيء مختلف. لما تلبس لبس هي ما عمرها لبست مثلا مثله، ولا يلبس لبس عمر ما لبس مثله، أو ثوب شتوي فخم مرتب عليه، هذه كلها احنا نشوفها بالنسبه لنا بسيطه جدا. اني اروح يا اخي بعضهم ما يدور فخامه ولا يدور شيء، يدور شيء بس على انا ما قال يستره ويكفيه. اي والله، والله العظيم اني اقولها صادق، لكن الله ان شاء الله يعطي او يرزق كل محتاج ان شاء الله. واهل الخير واجد وكثر، والواحد ذكر الذكرى تنفع ان شاء الله المؤمنين. صح. واللي ما يقدر ينشر، الدال على الخير كفاعله. يعني في مثل هذه الاوقاف اساس متاجر مع الله سبحانه وتعالى مربحه. انت كلامك اللي قلته انا تدخلت ليه؟ كان بقول بس استشعروا كلام مهند، وبعلم بتعيشون اللحظه. والله يا ركان اقسم بالله اني صادق، بس هي كلمه اخيره بعدها بنتقل لابو حسن. سارعوا، والله يبارك ويوفق الجميع يا رب، والله يغني كل مسلم، كل مسلم عسى الله انه يغنيه. امين. غنى يتصدق فيه على الكافر، الله يغنينا جميعا يا رب. اللهم امين. سامي ابو حسن. والله ما شاء الله كفيتوا ووفيتوا، كلامكم كلها يثلج الصدر على ما قالوا ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. كلكم فيكم خير، فيكم بركه، داري والله احنا داري، لذلك احنا نذكركم، وانتم كذلك اللي عنده استطاعة يشارك في الوقف، واللي ما عنده استطاعة يذكر اللي ما درى، ذكر غيرك. لأنك إذا تصدق شخص أنت مذكره، أنت السبب أنه درى بالوقف وتصدق، تراك مخاشرة في الأجر.
صح. اي اذا نشره وعلى هكذا كل شخص يذكر الثاني، كل واحد يقاسم الثاني لأجر. احنا الحين نقاسمكم لأجر، الله يوفقكم كلام والله يخلص الوقف ان شاء الله ويكتمل، وهو بيكتمل باذن الله. ودنا انكم تشاركونا في الأجر وفي الخير، الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. شكرا أبو حسن، شكرا ركان، شكرا لكل اللي كانوا معانا الليلة، حمد وعاد الغادر وأنا بدري لأن عندهم دوامات، وحمد تعبان شوي، وكذلك متسابقين اللي شاركونا اللي قدموا على البزنس، الله يوفقهم يا رب. آمين. إلى هنا أخواني.